في مقر الصليب الأحمر الفلبيني في العاصمة مانيلا لم يتردد هؤلاء المتطوعين من أبناء الشعب الفلبيني بجميع فئاته في نقل وتجهيز المساعدات الإغاثية لمنكوبي إعصار هايان الذي ضرب 24 مدينة. فالكوارث الطبيعية في تلك المنطقة أصبحت أمرا اعتاد الكثيرون التعامل معه والتضامن لمواجهته. نحن نريد المساعدة في توزيع الغذاء، وهنا الكثير من المتطوعين، وقد ساعدنا حتى الآن بتحضير 3000 حقيبة غذاء. الخلية البشرية تعمل ليلا ونهارا سواء في ترتيب المساعدات وتنسيقها، والهدف أن تصل إلى أكبر عدد من المحتاجين في المدن المتضررة من الإعصار وبأسرع وقت ممكن. أريد أن أتطوع وأن أعمل بكل طاقتي كفة في 13، وما أقوم به هنا هو بشكل أساسي تعبئة الغذاء. المواد الغذائية تواجه مصاعب في الوصول إلى أهالي المناطق المنكوبة، حيث دمرت البنية التحتية لبعض المناطق بالكامل، ولكن الصليب الأحمر الفلبيني أكد أنه سيسعى جاهدا إلى إيصالها خلال الأيام القادمة. 24 ساعة هي العمل من قبل هؤلاء المتطوعين في مركز الصليب الأحمر الفلبيني، وذلك في إعداد وتجهيز المواد الغذائية لمنكوبي إعصار هايان. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، من أمام مقر الصليب الأحمر الفلبيني، العاصمة مانيلا.